دي حفظ، تتحفظ زي اسمك عشان دي اللي هتيجي في امتحان اخر سنة. محمد البس يلا عشان تنزل تصلي الجمعة مع بابا. لو خصمت اخوك اكتر من 3 ايام يبقى كانك مخصم ربنا. محمود ابن خالته حافظ الجزء الـ30 كله، عايزك تبقى شاطر وتحفظه زيه. يا ابني ما تتكلمش وانت في الحمام، حرام. لا يا محمد، انت عارف اللي بيغش بيروح النار، اياك تغش. انا عايزه بقى حد يجي لي بكره مش حافظ الصوره. لو ما رحتش تصلي دلوقتي مش هتاخد مصروف الاسبوع ده. انا ما اخافش من حد غير من ربنا. خلص اكلك كله يا محمد، لحسن اكل هيجري وراك يوم الايام. انا بحب بابا وماما اكتر حد بعد ربنا. انتوا عارفين اللي بيدخل النار جسمه بيتحرق لحد ما يدفعها، بعدين بيطلع له جلد تاني ويتحرق برضه، وبيفضل يتعذب كده على طول. 100 مره اقول لك ما تاكلش بايدك الشمال كده، الشيطان بياكل معاك. اللي بيشرب خمره بيبدا ينجس 40 يوم. اللي ما بيصليش بيجي له واحد وهو نايم في قبره ويقوم ماسك طوبه ونازل بيها على دماغه دب يفشفشها. ده حبس وده حبس وده كمان حبس. ايه ده، يعني كل اللي مش مسلمين هيروحوا النار؟ اول لما تشوف قطه سودا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده من علامات يوم القيامه الكبرى، الايام قربت خلاص. انت مش خايف من ربنا؟ يعني ايه ليه؟ هو ربنا قال كده ما فيهاش ليه. في حاجه غلط، في حاجه ناقصه. هو ده يعني الدين؟ شويه حاجات حافظينها مش فاهمينها ومظاهر. انا مش بحس اني بحب ربنا زي ما كنت بقول وانا صغير اني بحبه اكتر من اي حد. انا بخاف منه عشان محدش علمني ان احبه. ليه هقعد اعمل حاجات حافظها مش فاهمها وبعملها علشان بخاف منه؟ ده عذاب. هو يعني خلقنا عشان يعذبنا؟ اكيد في مفهوم تاني، اكيد في مدخل تاني.